مساء الخير الإخوان والأخوات المحترمون والمحترمات. كيف ما قال المثل، كثرة المشاكل وكثرة الهموم والمعاناة ديال المواطن ما قادش يصبر حتى تشكل الحكومة الجديدة. أنا واحد الأشخاص اللي من كثرة ما كنشوف المشاكل والمعاناة ديال المواطن ما كنقدش نسكت، ما بقاش عندنا الصبر ولا كاباسيتي على اننا نصبروا ريتما تكون الحكومه الجديده. اليوم غنشارككم واحد المعاناه ديال المستشفى سي اتش اي، المستشفى اللي اي واحد في مدينه فاس هضرتي عليه كتصيب عنده بحال الدماله، اي كتقيسو كتسيل لك الدماله. اليوم غادي نكون معكم جد واضح، ريتما يتفاعلوا معنا الاخوه والاخوات لان الموضوع اللي هو مهم ومهم جدا. كنتمنى على انكم تتفاعلوا معنا في الموضوع، موضوع اللي كيهم واحد الشريحه كبيره، موضوع اللي كيهم واحد الناس اللي مساكن كيعاني ومرض وكيقصدوا مستشفى سي اتش اي. اليوم سوف اوجه الرساله مباشره الى المحترم، شكرا استاذه خديجه التدلاوي، الى السيد المدير العام ديال المستشفى سي اتش اي. وغادي نقول له السيد المدير المحترم، بما انك تتواجد بسي اتش اي، هل تحس بمعاناه الناس اللي كيجيو سي اتش اي؟ هل واش كتحس بمعاناه ديال الناس؟ واش كتحس بالالام؟ واش كتحس بكل من يحج ويقصد سي اتش اي؟ واش الخدمات في امان الله؟ واش من ناش كيعاني؟ من ناش كيعاني؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المعاناه ماشي كتكون دائما موجهه الى الاطباء او ليزانفيرمير. وانا اليوم وجه تحيه تقدير واحترام لكل الاطر العامله، كانوا اطباء ام ليزانفيرمير ام تقنيين ام كل واحد اللي كيشتغل في السي اتش اي، وكنقول لهم كان الله في عونكم. ولكن من بعد كيخلوا تقصي، ومن بعد ما اليوم على غدا على بعدو كتعرف فين كاين المشكل، كتمشي مباشره الى الخلل. والخلل اخواني اخواتي ليس في الاطباء، ليس في الممرضين، الخلل اكتشفناه انه في التسيير العشوائي، تسيير اللي ما كيراعيش الراحه ديال المواطن. استاذه ليلى تنتين راكي كتعرفي المعاناه وكتقصدي سي اتش اي وكتدي الام ديالك، المعاناه اللي كيعانيوها الناس في سي اتش اي ليست معاناه، هي ناتجه وهي شكاوي مع الاطباء. فالاطباء وليزانفيرمير يقومون بواجبهم واكثر من الواجب ديالهم، ان خصنا نبقاو نخمو مزيان، نخمو فين كاين الخلل. الخلل بعض الاحيان يكون في التسيير. فهي الرساله موجهه الى المدير العام ديال السي اتش اي على انك تدور في السي اتش اي وتسنط وتفهم وتعرف اين الخلل. بغيناك شي نهار السيد المدير المحترم تقبض انت ورقه ويكون عندك رونديفو وتجي تصف تصف وتشد النوبه ديالك. بعد ما تجيك النوبه ديالك وتجي تقول لك خصك تمشي دير لي فوتوكوبي خصك ديرها لي، وتخرج من داك لافول ديال الناس، من داك قابط الصف ديال 60 ولا 70 ديال الناس ولا 100، وتمشي دير فوتوكوبي وترجع وتصيب عاود البلاصه ديالك. عمرك خصك تولي عاود خطره اخرى تشد النوبه. المهم الا عندك شي مشكل في السي اتش اي خصك تمشي في الصباح تجي حتى الليل. واليوم واحد الملاحظه اللي هي تلاحظت وعينناها، وبغيت واحد الرساله السيد المدير العام المحترم، بما ان لا حق للمواقع الالكترونيه وللصحافه بصفه عامه انها تصور وتسجل في قلب السي اتش اي، هذيك مؤسسه عموميه. بغيتك شي نهار دير استثناء السيد المدير العام وتخلي موقع ولا جوج يجي يوقف باب السبيطار وتعرض الناس اللي خارجين ويسولهم كيف كنتو كي قيالين، 99% غادي يتشكاو.
99% سوف يشتكون خارجين ما عارفينش، وكل شيء كيتسمسح في الاطباء وفي ليزانفيرميير اللي هما بدورهم ضحيه ويقومون باكثر من واجبهم. المشكل ليس في الاطباء وليزانفيرميير، المشكل في التسيير بعد الاداريين، والمشكل فيك انت كمسؤول انك ما كتلاحظش وما كتعايش بعض المسائل اللي هي كتحسس المواطن بواحد الدمار. وانا نعطيك واحد المثال، السيد المدير العام الا كان المدير العام كيتعين بقرار وزاري وكان ما تابعش دابا المندوبيه، فلما غادي نشكي وغادي نشكي الله سبحانه وتعالى، وغادي نديروا لايف باش نشرحوا للمواطن ونقولوا لهم راه الخلل ملي كتمشي للسي راه ماشي في الاطباء ولا في ليزانفيرميير، راه مساكن حتى هما ضحيه وكاين عندهم واحد العدد كبير ديال الناس كيزروا، ولكن الخلل غنشرحوا لكم وغادي تشاركوه معايا. اليوم قصدنا المصلحه ديال التحليلات، كاين 240 ديال الناس كيتسناو، ملي توصلك النوبه باش دير التحليله كيقولوا لك سير رجع خرج للجمعيه تطبع لك، سمع السيد المدير ديال المستشفى المحترم، سمع التسيير العشوائي والعاب هو هذا اللي عندكم في هذا السياج. خصك ترجع ملي تجيك النوبه، خصك تمشي للجمعيه اللي في باب المستشفى تطبع. ملي كتمشي هذه الجمعيه كتقول لك خصك تمشي تطبع مستشفى الغساني. هل هذه هي تقريب الاداره من المواطن؟ والغريب في الامر هذا الصباح واحد عاينت واحد السيده معاقه مسكينه، قالوا لها خصك تمشي للطبيب دار الا بغيتي دير التحليله المستشفى السياسي، خصك تخبط النوبه. ملي توصلك النوبه كيقول لك سير عند الجمعيه، كتمشي لباب باب الجمعيه اللي هي كتواجد باب المستشفى، كتقول لك خصك تمشي تطبع مستشفى. عاد رجع عندنا وبالله عليك السيد المدير العام، واش هذا ماشي عبات؟ واش هذا ماشي عشوائيه؟ واش هذا ماشي تفليه على المواطن؟ واش هذا الشيء ما خصكمش اللي جا قبط النوبه باش يمشي بنادم يخرج يمشي يديرها بالفلوس ويمشي يغضب ويمشي؟ واش هذا ماشي حق من حقوق المواطن؟ هذه الاولى السيد المدير المحترم، اين التسيير؟ هذا ماشي التسيير، هذا بحال اللي كنسيروا واحد نسيروا واقيلا شي فرقه ديال نحشم. نقول لك المصطلح السيد المدير العام المحترم دير تحليله، ماشي يطبعوا له، ماشي يرجع للسي اش اي، ماشي يدير تحليله. وبالله عليكم واماد ما الا سمحتوا لي غير كاين بعض التشويش. بالله عليكم اخواني واخواتي، واش هذا ماشي عابات؟ واش هذه ماشي حقرات ومارسوا على المواطن؟ فدابا المشكل هاد المشاكل اللي كدير تقنيه، وهي مسؤوليه الاداره ومسؤوليه المسؤول على المستشفى. هذه مسائل تقنيه بسيطه، وغنزيدكم موضوع اخر، هي التي تسيء الى المستشفى وتسيء شنو هذا مكرو حسن. المهم الاخوان ما عنديش كندير القراءه دابا، ما عنديش كيفاش. سي بالنيس ما تصونيش عليا، الله يجزيك بخير، راني داير اللايف وانت كتصوني عليا، وحشومه عليك. انا داير اللايف وانت كتصوني عليا، ما يمكنش، عارفني داير اللايف وكتصوني عليا. صنت ولا ما هذا كنسالي ونجاوبك السي بنيس. انت وقع لك المشكل السي بنيس وراني عارفه، واتصلتي بيا باش ندير معك واحد الروبورتاج تما. حنا دابا مقيدون بالقانون، ما يمكنناش نديرو شي فيديو في قلب السي اش اي، هذا قانون كيمنعنا. فرساله مره اخرى السيد المدير يدير واحد الاستثناء ويخلي واحد مجموعه المواقع اللي خارج من الطبيب كله يتسنتوا له ويقولوا له كيجاك الخدمات وكيجاك غادي يسب ومكره وطلع له الدم. وانا قلت كما قلت واعيد الكره، ان كيتمسح كل شيء في الاطباء مساكن وليزانفيرميير اللي كيديروا واحد الدور كبير، فتحيه تقدير واحترام لهم، ولكن شكون اللي كيفسد هذا الشيء؟ الاداره والتسيير العشوائي. فانا جيت ندير التحليله مثلا، علاش كتقول لي سير للجمعيه والجمعيه تقول لي سير هبط اسيدي للغساني الطبع؟ شنو غادي نطبع؟ نطبع الفيزا ديال سويسرا؟ غادي نطبع العابات؟ غادي نطبع؟ انا قلت لك بقوه اللي ما صابريش ان تكون الحكومه الجديده، احنا كنهضروا على المعاناه اللي كيعاني منها المواطن.
وهذا الشيء السيد المدير المحترم يسيء لسمعه المستشفى، وانت المسؤول لهاد الاطباء مساكن اللي كتسالهم، وهاد لي زانفيرميير اللي كيديروا واحد المجهود كبير يسالهم من طرف ادارتكم. شكون اللي عطى هاد شكون اللي عطى هاد القرار العشوائي البليد باش ملي يمشي شي واحد للسي اتش اي يدير التحليل يقولوا له سير طب سير الباب للجمعيه، والجمعيه تقول له سير للغساني. طبعا شنو هذه الطبعه؟ انا ما فهمتش ما فهمتش، ورغم انا ما فهمتش شنو هذه الطبعه، شنو هذه الطبعه؟ هي طبعه الفيزا، هذا هو تقريب الاداره من المواطنين، هذا هو. وتصور ان معاقه هذا الصباح معاقه ولا خص تمشي لدار المراز طبعي وتجي، شنو هاد الطبعه؟ انا بغيت نسولك الله يجازيك بخير السيد المدير المحترم، شنو هذه الطبعه؟ شنو هاد الطبعه؟ هاد الافعال هادو ملي كيخرج بنادم كيسب وكيجهل وكيدير شي مسائل، هو اللي كيبقاو يقتلوا في الوطنيه في البلاد، كيقول لك هذه ماشي بلاد. انت السبب السيد المدير العام بهاد التصرفات ديالكم وهاد القرارات العشوائيه. كيف يعقل سير تمشي دير التحليله، خرج للباب الجمعيه والجمعيه تقول لك سير طبع بدار المهراز؟ وهذا الشيء واقع هذا الصباح، وهذا الشيء عيناه. حيت حنا ما عندناش لو اننا نصوره في قلب الطبيب، اما بغينا الا عطيتينا الاذن السيد المدير العام اننا نصوره فيديو اللي خارج، اقسم بالله 99% كيخرجوا كيسبوا الاباء والاجداد والوالدين ديالنا كاملين، وديال الشعب وديال المسؤولين وديال كل شيء. وانت قابلت النوبه وحده، نزيدك السيد المدير العام بحركه بسيطه يمكن لك ديرها في السياسه، توفر واحد المجهود، وغادي توفر واحد العناء لك. واحد جاي مسكين مريض مدكداك مفصل وكيشد النوبه، كيقولوا له سير دير الفوتوكوبي، كيخرج الباب المستشفى. علاش ما توفرولوش في داك المصلحه فوتوكوبي؟ ياك السيكوريتي غير هما غير كيدوروا، ديروا في المصلحه اي مصلحه ديروا فيها الطباعه اللي كتدير لي فوتوكوبي. فوتوكوبيوز اولا انت غتربح، هذه الصفقه ديرها غتربح حتى هي، زيدها على الصفقات الاخرين غتربح نتايا بعدا كمستشفى، غتربح ماديا. ديروا لها 2 دراهم، الناس راه واحد ما يقدش يمشي حتى 2 متر وانت كتقول له سير اخويا، ملي كيجي الاداره يعطي اما الرميد ولا يدير لاميتيال ديالو ولا كذا، ولا في الكيشي كيقولوا له وطبعا هذه ما مصوراش. فين نصورها سيدي؟ غتمشي لباب المستشفى، غادي يمشي لباب المستشفى عاوتاني غادي يصيب 200 الناس قابطه النوبه، ملي غيسالي غيرجع غيصيب 300 الناس سبقاتو. وانتوما كتمرضوا المواطن، ماشي كداويوه بهذه السلوكات العشوائيه اللي تصور دابا بنادم اللي كيبغي يمشي اش كيمشي في الصباح كيجي حتى العشيه بحال اللي كيسافر، وجوج خلفات. السيد المدير العام المحترم راه كاين حركات بسيطه يمكن لك ديرها، وحس ديما حس شد في قلبك وحس بالمواطن، حس بالمواطن السيد المدير العام. واللي شد شي بلاصه في هذه البلاد ما كيطلع يجلس في البيرو ما كيبقاش يعقل، حس بالمواطن السيد المدير العام، حس بالمواطن اللي كيجي مريض وما قادش يمشي 2 متر. راكم شكون اللي كيسيء دابا؟ الاطباء ولي زانفيرمي، انتم وبعض الناس اللي في الاداره اللي كتسيروا تسير عبثي وعشوائي، تسيئون الى الاطباء اللي هما الشرفاء اللي هما كيقوموا بواحد الدور كبير. الطبيب اللي خصو يدوز 30 كيدوز 60، إذا فيرمير كذلك. إذا حنا هاد الناس خصنا نقولوا لهم الشكر، نشكروهم ونعطيهم واحد التحية احترام وتقدير، نقولوا لهم شكرا لكم على المجهود الجبار. ونقول لك السيد المدير العام شكرا على عشوائيتك في هذا المستشفى، شكرا على العشوائية اللي كاينة. وتصور فوتوكوبي يا صاحبي، وفرها كل مصلحة وصفروا فيها فوتوكوبي، باش ملي غنقبط انا النوبه غتقول لي فوتوكوبي غنصيبها حدايا. انا جاي للطبيب، جاي مريض، ما عنديش الجهد باش نمشي 2 كيلومتر باش نصوب فوتوكوبي. طبيب كبير وانت كتقول لي سير خرج دير فوتوكوبي هنا، هذا انا اعتبر العشوائيه والعبث هو هذا الشعار ولا؟ وحنايا كنا غالطين شحال هذه، واحد الغلط كبير، كنا دائما نلومو بهاد الحركات اللي كيخرج المواطن مكره وكيسب، كنمسحوا كل شيء في الاطباء. الاطباء مساكن راهم كيدخلوا في 8 كيخرجوا حتى للربعه، ما كيحقش راسه قوه البشر. كنعرفوا كاين الضغط،
كنعرفوا ان المستشفى فيه واحد الناس مساحه كبيره تابعه له، كنعرفوا ان نقص امكانيات، ولكن راه بحركه بساط جوج حركات. اولا نوفروا كل مصلحه نوفروا فيها فوتوكوبيوز باش ما نبقاوش نقولوا للمواطن سير رجع تلا، راه ملي كتقول لبنادم شاد النوبه 60 واحد قبل منه كتقول له سير صوب فوتوكوبي، كيمشي صوبها كيصيب عاود خصو يتسنى عاود 60 الناس عاد باش يدوز. هذا هو مغرب 2021، وبكم دابا انتم غنمشيو بعيد، غنمشيو بعيد بكم، فين نمشيو بكم، فين نوصلوا، غنوصلوا لحد الطريق المسدود. فحاولت باش نصيفط هذه الرساله المختصره الى السيد المدير العام ديال السي اش اي، ونقول له رجاء شد في قلبك السيد المدير وحس بالمواطن ودور في المستشفى وشوف فين كاين الخلل. الخلل راه في مسائل تقنيه، ما يمكنناش شي واحد يجي يقول لك ان يتشكى من الاطباء ولا يتشكى من زانفيرميير ولا يتشكى ولا يتشكى. الناس تقوم باكثر من دورها، الدور ديالها اكثر من دورها، فهاد الناس ما يستحقوا الا التقدير والاحترام. ولكن في الاداره غير بغيت نعرف انا شكون اللي خدا هذا القرار العباتي، وهاد القرار ما ياخذو غير شي واحد اللي واقيلا عنده، ما سمح لي السيد المدير العام جيتي دير غير بغينا كيتشرح لنا ملي يجي شي واحد يدير التحليل، علاش كتقولوا له سير لباب السبيطار الجمعيه، والجمعيه كتقول له تعليمات من الاداره ديالكم سير لدار المهراز تجيب لنا طبع لنا، جا هادي طبع لنا وجا الله جاي طبع لنا، غير طبعوا لنا الفيزا سويسرا طبعوا لنا غنمشيو الفيزا امريكا القرعه جا طبعوا لنا، طبعوا لنا المعاناه والالم اللي عايشين فيه، فما استطعناش كان بقوه الغل بقوه اللي تكر هنا وبقوه اللي كذا ما استطعنا ما قديتش نخلي حتى تكون هذه الحكومه الجديده. يعني دابا الحكومه التصريف الاعمال هي هذه الحكومه البائسه اللي كانت برئاسه رئيس الحكومه العثماني اللي ما كنبغيوش كاع الاسم ديالو يتجبد، دابا ريتما تكون ان شاء الله الجمعه الاخيره الجايه ويكون البرلمان تكون الامور هذه المواضيع غنثيروها. فبما ان القانون كيمنعنا اننا نصوروا في قلب السياشي، وكان كان تسمح لنا السيد المدير العام ويكون واحد الاستثناء شي نهار ونجيو ونوقفوا في باب المستشفى اللي خرج نقولوا له كي قيال وكيدوز شي نهار، اقسم بالله تم بقاو تسبوا لنا الاباء والاجداد ديالنا حنايا ولا ديالكم ولا ديال كل مسؤول ولا ديال المسؤولين ولا ديال السلطه ولا ديال الحكومه ولا ديال كل شيء. قوت بنادم اللي خارج مكره مكره في حياته والنهار اللي خلق السيد المدير العام واحد القضيه، والله الا شي ناس بعدا كيقول لك يستهون يمشي يبات في لاكاب وما يمشيش لك سي اش اي. علاش؟ واش سي اش اي كيعض؟ واش لي زانفيرمي الاطباء ما مزيانينش؟ لا لا، خيره الناس، التسيير اللي ما مزيانش، العشوائيه اللي ما مزياناش عندكم ولا شي عارف داك السي اش اي. وانا راني اليوم كنهضر بواحد واحد واحد القرحه ومعاناه اللي كنعيشوها وكيعيشوها الناس. فجوج النقاط، حاول توفر فوتوكوبيوز اصاحبي لكل مصلحه لانك تكرفسوا على المواطن. وهذا القرار اللي خدا هذا السيد اللي خدا هذا القرار انني كيمشي شي واحد يدير التحليله كيقولوا له خرج لباب السبيطار عند الجمعيه، والجمعيه كتصيفطوا للغساني كتقول له طبع. انا بغيت غير نسول وبغيت نخرج مع التليفون بقوت اللي علاش هادي طبع شي طبع علاش شي طبع يطبع على يطبع على على بعض التسيير العشوائي الحميري، علاش غيطبع علاش غيطبع غيقول لي. ومني سول واحد الشخص كيشتغل تما على قال لك السيد اللي ما عجبوش يمشي يخرج يدير التحليله في على برا، واش هادشي كديروه؟ واش لكم يد مع اصحاب التحليلات اللي على برا باش كضيقوها بالمواطن باش يخرج على برا يدير التحليله؟ راه كاين اللي كيجي لتما ما عندوش حتى 1000 ريال في جيبو، واخا تكون التحليله ب 60 درهم ما عندوش باش يديرها، كتجلسوه نهار من الصباح حتى الليل. هذا نوع من المعاناه، وهذا غير فيض من الغيث في داك السي اش اي. وكما قلت في الاول ديال اللايف وسمحوا لي طولت عليكم، هذا اللايف راه ليس عتابا لا لزانفيرمير الاطباء، فكل احترامنا وتقديرنا له لانهم براسهم ضحيه وما موفره لهمش الظروف وما موفره لهمش مسائل فين يشتغلوا. فرجاء السيد المدير العام المحترم دور شويه في المستشفى وشوف هاد الهفوات البسيطه وسول الناس. المستشفى راه بحال دابا كيتعتبر بحال المنزل ديالك، خرج من البيرو اللي كاين في داك العماره الطويله ودور شي شويه وسول الناس.
وسول اصاحبي راه هذا راه دورك، شنو المشكل اللي عندكم، شنو كاين، سولو مشكلتنا حنا في هاد البلاد المسؤولون ما كيسولوش، ملي كيتحشاو في شي مكتب كيتقاضى واحد الاجر خيالي وما كيسولش وما كيسقسيش على المعاناه اللي كيعانيها المواطن. فهذا فيض من غيظ، هذه جريمه ترتكب في هذا المستشفى ديال السي اتش اي. شنو هي هذه الجريمه؟ هي التكرفيس على المواطن، هي محاوله اذلال المواطن بسرواجي سرواجي. واحد مريض واحد كيقول له سير دير تحليل دير فوتوكوبي باب الطبيب، كيخرج لباب الطبيب كيسيب 700 الناس كيتسناو، كيرجع كيقولوا له الناس نوبتكم شات، وكيولي عاود من الزيرو، كيمشي في الصباح كيجي حتى العشيه. هل هذه واش بحال هاد المسؤولين دابا خصهم يبقاو مسيرين سي اش اي؟ لا لا، سي اش اي خصك تدخل له، راه ما بقاتش لي فيكتيف ولا مثلا الاطباء قلال، راه بقات الا كان شي تسيير اللي هو زوين وعقلاني راه ما نحسوش. راك توفر الظروف اللي كيشتغلوا عندك وتوفر الظروف للمواطن، ماشي تبقى جالس في البيرو. هذه رساله حنا حاولنا نديروها، لان السي اش اي ما تابعش للمندوبيه، ما يمكنناش نشكاو ولا نهضروا، تابع مباشره للوزاره. فان شاء الله ريتما تشكل الحكومه الجديده، وهذا الموضوع ديال السي اش اي غادي نتفرغوا له مزيان بكل النقاط ديالو وبكل السلبيات التي تسيء الى الاطباء والانفيرميير المحترمون. فشكرا لكم وشكرا على تبعكم. الاكثريه ديال الناس اللي متبعين معايا غيكونوا عاينوا المشاكل اللي كاينه في السي اش اي. نتمنى هاد المنتخب واللي طلعوا جداد وهاد الناس اللي دابا في مجلس الجهه يراعيوا لهاد المعاناه، وغيكونوا هما اعضاء في المجلس الاداري ويحاولوا يحسوا بالمواطن. راه المنتخب الا طلع خصو يحس، يدير يدو على قلبه. وحده معاقه تصبح واحد كيقول لها سيري طبعي في دار المرض، اش غتطبع؟ الشكوى بكم الله سبحانه وتعالى. يا من تقررون ويا من تعطيو الاوامر لبعض القرارات العشوائيه البريده. انا غير سولوني، غنسولكم وغنقطع اللايف. انا شخص جيت ندير التحليله مثلا ديال السي اش اي، قبضت النوبه 70 ل 80 240 واحد هذا الصباح. ملي توصل النوبه السلام عليكم اسيدي غتمشي للجمعيه، يا سيدي ومن بعد الجمعيه اسيدي غتمشي لدار مراز الطبع عاد اجي. واش اقسم بالله العظيم الا هادشي خصكم محاكمه تحاكموا، اقسم الا خص وكيل الملك يتدخل في هذه المعاناه، ان المعاناه والمشاكل وكتحسوا المواطن بواحد الحقره المواطن كيتكره كتبقى تقتلوا فيه الوطني. انتم خصكم بحال هذه القرارات هادو اللي خداها وبعض القرارات، اقسم بالله الا خصكم تحاسبوا بالبون ديال قتل الوطنيه في المواطن وتعاقبوا تمشيوا للسجون. هذا الموضوع ديال السي اش اي غنتفرغوا له ان شاء الله الايام القادمه، وان شاء الله وغادي نخرجوا على برا من السي اش اي وغناخذوا الاعتصامات ديال المواطنين. ان بما ان ما عندناش حنا الحق، حنا غنوصلوا لك الفكره ان 90% اللي كيدخل داك السي اش اي كيخرج مكره، والضحيه مسكين شكون هو؟ الطبيب والفرملي ليزانفيرميير، رغم انهم مساكن لا يد لهم هما كيشتغلوا اكثر من الجهد ديالهم. شكرا للاخوان اللي متبعين معنا، شكرا للاخوان كل باسمه وصفاته، شكرا للاخوان اللي غيبارطاجيو معنا هذا اللايف، ان لايف فيه مصلحه ماشي شي لايف ديال سب ولا شي سياسه ولا، هذا لايف اللي فيه معاناه المواطن بمدينه فاس مع السي اش اي. معاناه الكبيره والمعاناه اليوميه اللي كيعانيها المواطن. وانا قلت لكم اليوم اقسم بالله العظيم الا معاقه مسكينه قبضت الصفني جاتها النوبه قالوا لها سيري للجمعيه، الجمعيه قالت لها سيري دار المراز. بالله عليكم علاش غنمشيو لدار المراز حسن الثاني نطبعوا باش نجيو نديروا تحليله ديال الدم؟ شكوى الله وصالة هي رساله كذلك السيد الوالي الجهه المحترم المسؤول الاول على كل المصالح بمدينة فاس، السيد الوالي الجهة المحترم، أنت ممثل صاحب الجلالة، فالله يجازيك بخير ويرحم لك الوالدين ويخرج أمورك بخير. أنت المسؤول، أنت خصك أنت تدور شي شويش على هاد المصالح، لأن أنت مسؤول مباشر على هاد السياسة، أنت هو المسؤول ديال كل المصالح الخارجية في مدينة فاس، باش توصل الصوت ديالنا. هادو مسائل بسيطة ديروها الامور ريتما يتحل المشكل ديال الصحه اللي كان في المغرب اللي ضرب باباه الله من الاول حتى للثاني، وريتما نوصلوا للحل
حللنا المشاكل التقنية، والسيد المدير خرج من داك البناية الفخمة ديالك وخرج شوف وزور وشوف الناس وعرف الناس باش كتحس. راه واحد كيطلع للطبيب في الصباح كيجي حتى للعشية بحال اللي راه مسافر واقيلا للشرق. فالها المعاناة من زمان أخ أختي. مدام الزهراوي، اليوم حاولت نسلط الضوء على بعض المعاناة في السي اش اي. لا ألوم الأطباء وليزانفيرميير لأن أنت هما ضحية، ألوم الإدارة لأن بعض القرارات ديالها أستاذة هي قرارات عشوائية. وعطيت إكزومبل، إلا درنا واحد الحركة بسيطة وفرنا فوتوكوبيوز في كل مصلحة ما يبقاوش الناس نتكرفسوا عليهم. زائد هذا الصباح واحد القرار كاين في المصلحة ديال التحليلات، الناس اللي كيمشيو لمصلحة التحليلات يديروا التحليلات كيقبطوا النوبة، ملي كتجيهم النوبة كيقولوا لهم سيروا لباب السبيطار عند الجمعية، كتقول لهم الجمعية سيروا الغساني طبعوا اجيو. انا كنسولك استاذ اش غنطبع؟ واش غنطبع الفيزا؟ واش غنطبع؟ غنطبعوا المعاناة والالم اللي عايشينه في هاد فاس مع هاد المسؤولين. وهي رسالة لهاد المدير العام، اتقي الله في هاد المواطنين وفي هاد الاطباء لي زانفيرمير اللي معاك. راكم راه الحمد لله راكم تتقاضون اجور خياليه، الله يجزيكم بخير. خدموا معنا شويش، خدموا مع الرعايه ديال صاحب الجلاله نصره الله، خدموا. راه الناس كتعاني وتعاني في صمت، فاليوم حطينا الاصبع على الجرح. فليس لنا مشكل مع اي شخص، طبيب ولا فرملي ولا، المشكل في التسيير. شكرا لكم اخواني واخواتي، ودائما كما اقول شكرا لمن سيتقاسم هذا الفيديو. شكرا لك على تطرق الموضوع، مهم ام وفاء، موضوع مهم بزاف وكنعاني، وهذا الشيء عينته هذا الصباح بيدي. انا قلت للسيد المدير العام المحترم اعطينا واحد لا سينياتير واعطينا واحد استثناء وخلينا كمواقع الكترونيه نجيو غير لباب الطبيب، واللي جا خارج نسولوه كيف جاتك الامور. كل شيء غادي يسب، والمشكل ان غيتسبوا الاطباء، هما الاطباء مساكن حتى هما ضحيه بارئين حتى هما. شكرا اخت ماجده اعرب. اللي كيمشي للطبيب دابا، انا اقسم بالله العظيم شحال من مره كنمرض وكيقولوا تمشي للسي اش اي، كنقول لهم انا نستهون نمشي نبات في لاكاب وما نمشيش للسي اش اي، اقسم بالله العلي العظيم. قلت لي كرهت ذاك الطبيب وكرهت الدخول ليلو وكرهت انني نمشي كاع، اقسم بالله. الا عندنا ناس من العائله كيمشيو وكنبغيش نمشي معاهم وخصني نمشي معاهم باش ما نشوفش ذاك المعاناه، لان كالمرض اللي كنشوف ذاك التصرفات اللا عشوائيه. واليوم انا وضعت لكم الاسبوع غدير التحليله، خصك تمشي للجمعيه للباب تاخذ واحد الورقه، والجمعيه تقول لك سير طبع في دار المهراز ورجع. واللي ما عندوش باش يمشي، السيد المدير العام المحترم، انت كتشد 5 ولا 6 مليون واللي جاي عنده في جيبه 20 درهم. انا قلت لكم هاد التصرفات راها تسيء للاطباء وتقتل الوطنيه في المواطن، وهي قتاب عليها القانون، وخص عليها القانون يتخذ معكم الاجراءات. شكرا لكم اخواني واخواتي، سمحوا لي لان بقوت اللي تكرهت ما قدرتش نصبر، فحاولت ندير هذا الميساج. ريت ما غادي نخدموا في هذا الموضوع السي اش ان شاء الله، ونعطيه وقته، وغادي ان شاء الله غادي نفتحوا الامور، وغادي نحاولوا نديروا التقييم، لان الهدف ديالنا كله هو المصلحه ديال المواطن، وان المواطن ما يعانيش. مواطن في فاس هذا بجات ايكيب اخرى ونجحوا ناس اخرين، ولكن اللي غادي يعرف المشكل المواطن قليل. حنا كنحاولوا نوضعوا الاصبع على الجرح، وملي كنعيشوا واحد المعاناه كنحاولوا نعيشوها معكم. انا قلت لكم حضرت على انسانه معاقه، اليوم كيصيفطوها للباب، من الباب كيصيفطوها لدار المهراز، وهي ما عندهاش باش تمشي وما عندهاش الاستطاعه والمقدوره لا صحيا ولا ماديا. والسيد المدير العام جالس لي في داك البنايه الضخمه لتمايا، والحرس لتحت ولي كارد كور، حسبنا الله ونعم الوكيل. هادشي اللي غنقولو بصراحه.